بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب. نبدأ إن شاء الله فصل التكامل الفصل الرابع. هذا الفصل يحتوي على عدة مواضيع يجب الانتباه إليها بدقة والاستفادة منها في عمليات التحقيق. يعني كل سؤال لازم يكون وياه تحقيق للتأكد من صحة الحل. الفصل الرابع إن شاء الله نبدأ بهذا الترتيب. الفصل الرابع، الموضوع اسمه التكامل. الجزء الأول من عنده اسمه المناطق تحت المنحني. هذا الموضوع يبدأ حسب الأجزاء التالية. لاحظوا وياي هذا الموضوع. بالبداية لاحظ المخططات التالية. لاحظ المخططات التالية. الرسم الأول رقم 1، هذه صورة هذا الرسم. لاحظها وياي. في النظام الإحداثي المنطقة الأولى محور السينات، محور الصادات، الربع الأول اللي تكون عندنا دالة في هذا المكان، دالة في هذا الموقع. هذه هي الدالة، دالة اسمها F، من نقطة A إلى نقطة B ومحور السينات. هذه هي المنطقة A تحت المنحني، المنطقة A تحت المنحني المحددة بالمستقيمين الاكس يساوينا الاي بالاولى والاكس يساوينا البي ومحور السينات، ومحور السينات. هذه المنطقة لإيجاد مساحتها بصورة تقريبية للتوصل على أن التكامل هو عبارة عن شنو؟ هو المساحة. هذا الجزء الأول من الموضوع. هذه المنطقة راح نقسمها إلى أكبر منطقة وأصغر منطقة. الرسم الثاني، محور السينات، محور الصادات. نأخذ الربع الأول من عنده بهذا الشكل، منحني الدالة. المستقيمين A و B المحددة بهما الدالة، المنطقة اللي مرسوغ الآن في الأعلى. لاحظوا وياي، هذه هي المنطقة A، المنطقة الأصلية. هذا المستطيل اللي مرسوم أمامك مثل أكبر منطقة مستطيلة اسمها A1. A1 أكبر منطقة مستطيلة داخل أي. هذا الرسم الثاني. الرسم الثالث نرسمه في موقع آخر. هذه التسميات مطلوب فهمها لحل المسائل. الرسم الثالث في هذا المكان، بهذا الشكل، محور السينات، محور
سادات المنطقة اللي رسمناها قبل قليل بهذا الترتيب، منحني الدالة بهذا الشكل، هذه المنطقة أي، المنطقة الأولى اللي كانت أكبر منطقة، ثم نجد نكمل هذا الشكل لنحصل على أصغر منطقة خارج أي بهذا الترتيب باللون الأحمر، راح أوضح بهذا الترتيب. ثم نكمل رسم المستطيل. هذه المنطقة اسمها أيوان داش، اسمي قراها فتحة أيوان داش عليها خط. فممكن تكون العلاقة كلام بالإنجليزي والرموز بالعربي يعني متقاطعة. أيوان داش عليها خط، هذه المنطقة أيوان داش، أصغر منطقة، أصغر منطقة مستطيلة خارج أي، أي أننا قسمنا المنطقة اللي تمثل الدالة إلى ثلاثة أجزاء، الدالة نفسها تمثل المنطقة الأولى، ثم أكبر منطقة مستطيلة، ثم أصغر منطقة مستطيلة، أو يكون العملية بالعكس. لإيجاد هذه المساحات بصورة تقريبية راح نطبق عليها مجموعة من الأمثلة ونستفاد منها في المواضيع القادمة. لاحظوا هذا المثال الأول، بعد توضيح هذا الرسم إن شاء الله راح نأخذ المثال رقم واحد. مثال رقم واحد، إذا كانت أي منطقة ممثلة بمجموعة النقاط X و Y بحيث X أكبر ويساوي 2، أصغر ويساوي 5، Y تساوي لنا الـ F of X أي الدالة نفسها، والـ Y تساوي لنا جذر X ناقصاً 1. هذه هي الدالة. خطوات الحل، خطوات الحل: أولاً نعوض هذه النقاط وين في الدالة الأصلية لرسم الدالة الرسم التقريبي للموضوع بهذا الشكل، جدول النقاط هنا X هنا Y، نقاط أضافة. النقاط اللي نبدأ بها هي نقاط الفترة المحددة للدالة، مستقيمين محددين، لاحظ هنا A و B ومحور السينات بهذا الشكل، نعطي قيم 2، تعويض في الدالة جذر الواحد 1، نأخذ نقطة ثانية 3 يروح 1 صار عندنا جذر 2، نقطة أخرى 4 يروح 1 صار عندنا جذر 3، نأخذ النقطة رقم 5 صار عندنا الناتج 2. الملاحظة الأولى، هذه المعادلة تمثل معادلة، هذه المعادلة بتربيع الطرفين نحصل بالشكل التالي، لاحظوا هوية الواي تربيع يساوي لنا اكس ناقص 1، تمثل عندنا بالتربيع الطرفين، التربيع لا يجوز في التكاملات بس هنا فقط لتوضيح الموضوع، واي تربيع تمثل عندنا قطع مكافئ، لاحظ قطع مكافئ في حالة انسحاب، في حالة انسحاب. الملاحظات الثانية أشير إليها إن شاء الله خلال الموضوع. أرسم هذه الدالة على النظام الأحداثي مثل الموضوع السابق حسب ما رسمنا الملاحظات الأولى، راح يكون رسمنا بهذا الشكل. نحتاج في الرسم فقط الربع الأول، لاحظوا وياي النقاط كلها موجبة في الربع الأول،
إذا استخدمنا هاي صار عندنا منطقة سالبة ما نحتاج إلها. النقاط بالشكل التالي: محور السينات، محور الصادات، الربع الأول، النقاط اللي موجودة عندنا تقاسيم 1 2 3 4 5. النقاط منين بادي عندي؟ من الثنين، النقطة الأولى ما أحتاج، أحسدنا 2 3 4 5. هذه الفترة المحددة بالمستقيمين اللي يبدأ من قيمة الثنين إلى قيمة العدد 5. الارتفاعات تمثلها قيم واي. الارتفاع عندي من 1 للـ2، أكبر هذه المنطقة بهذا الشكل للتوضيح، ليكن التقسيم لهنا يمثل عندنا رقم 1 والتقسيم لهنا يمثل عندنا رقم 2، حتى نقدر نمثل أيضا بوقت نفس الوقت الجذور، ويمكن الاكتفاء بالنقطتين الأولى والثانية للسرعة فقط، أما الأفضل لا، كل النقاط بهذا الشكل. النقطة الأولى 2 1، 2 بارتفاع العدد 1 بهذا المكان، هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية 3 جذر 2 1 و4 من 10، ليكن هذا منتصف المسافة، 4 من 10 يكون أقل منها بقليل بهذا الشكل، لاحظي بهذا الترتيب، هذه هي النقطة الثانية. مقابل 4 جذر 3 1.7 من 10، أكثر من المنتصف بنقطتين، هذه هي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة مقابل العدد 5 2، عدد صحيح مقابل آخر، تقسيم بالنسبة للدالة اللي احنا رسمناها بالنسبة للارتفاعات، ليكن هذا المكان بهذا الترتيب، هذه النقطة هي 5 2. النقطة الأولى هي 2 1، هذا المكان 2 1، هذا الخط بهذا الترتيب، لاحظوا وياي، راح يستردنا بهذا الشكل، خط منحني عرفنا من هذه الصورة. نكمل رسم المستطيل. رسم المستطيل استخدم به الألوان، لاحظوا وياي بهذه الصورة. المنطقة المستطيلة الأولى اللي هي تحت المنحني، هذا هو منحني الدالة، هذه الدالة F، أكبر منطقة مستطيلة مثل ما أشرنا له في الرسم الأول. هذه المنطقة أي، إذا سمت المنطقة الأولى كلها أي فاستردنا أي وان، والمنطقة اللي أكملها من عدها أسميها أي وان داش، أشير لها بهذا الترتيب بهذا الشكل. واضح الرسم إن شاء الله؟ لاحظ وياي حسن. هذه المنطقة المستطيلة يمكن إيجاد مساحتها المحصورة بين المستقيمين، قيمة X تساوي 2 إلى قيمة 5 5، يروح 2 3، هاي طولها من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة طولها 3 3 وحدات حسب ما يريد من عندنا الرسم. ارتفاعها وقيمة Y 1. المستطيل الأول اللي عندنا اسمه A1، هنا أكمل بالجزء الثاني من السؤال، لاحظ وياي بهذا الترتيب، راح يصبح عندي المنطقة الأولى A1 تساوي 3 اللي هي تمثل قاعدة المستطيل في ارتفاع المستطيل في 1، وتساوي 3 يونت تربيع. المنطقة اللي بالأعلى اللي هي A1 داش تساوي القاعدة نفسها 3، ارتفاعها قيمة الواي 2، 3 في 2 فيساوينا 6 يونت. مساحة المنطقة أي تمثل الجزء الأول زائد الجزء الثاني عن أي، تمثل عندنا الوسط الحسابي أو المعدل بين المنطقتين. إذن أي تساوي، إذن المنطقة أي تساوي لنا A1 زائد A1 داش على 2، ومن هنا نستنتج، يصير عندنا الناتج 3 زائدا 6
3 زائد 6 على 2 ويساوي لنا 9 على 2، ويمكن للطالب أن يبسط الناتج 4 على 2 يونت تربيع. هذه هي المساحة التقريبية للدالة. لاحظ هذا المثال، مثال بسيط. الفكرة مالته الأولى الاستفادة من الرسم الأول اللي رسمناه بالجزء بذات الموضوع، كيفية تقسيم المناطق، الاستفادة من الارتفاعات، ثانيا الرسم البسيط اللي هو التعويض في النقاط بالدالة الأصلية. مثال آخر، هذه الدالة اللي رسمتها بالبداية لا تحتوي على نقاط حرجة، يقدر الطالب يشتقها ويتأكد من صحة الحل. مثال رقم 2، جد المساحة التقريبية للمنطقة المحددة بالدالة بهذا الشكل. المنطقة اسمها أي، تساوي مجموعة النقاط X و Y، بحيث X أكبر ويساوي 1، أصغر ويساوي 5. الدالة هي Y تساوي لنا X تربيع زائدا 1. الإشارة الأولى اللي أشرت لها السؤال، لاحظ نفس الفكرة هنا للتوضيح، هنا قطع مكافئ صادي في حالة انسحاب، هذا قطع مكافئ سيني في حالة انسحاب. نفس الخطوات الأولى استفاد منها مثل ما وضحناها بالرسم الأول. لاحظ وياي جدول النقاط بهذا الترتيب، هنا الـ X هنا الـ Y، جدول النقاط الإضافية. أختار الأعداد 1 2 3 4 5. التعويض في الدالة الأصلية، 1 مربع 1 1 2، مربع 2 4 1 5، مربع 3 زائد 1 10، مربع 4 16 1 17، مربع العدد 5 25 1 26. هنا العدد أكبر صار. راح أوضح بالرسم بعدين أشير إلى الدالة إشارة غير اللي أشرت إليها في المثال الأول. نرسم هذه الدالة بصورة تقريبية. هذه هي الدالة بهذا الترتيب. فقط الربع الأول نحتاجه من عدها بهذا الشكل. محور السينات، محور الصادات. التقسيمات اللي موجودة عندي بدأت من العدد 1 1 2 3 4 5، المقاييس جواهن. الارتفاعات لاحظوا 5 10 17 26، أقدر أعتبر كل خط يمثل عندي 5 تقسيمات 5 بهذا الشكل. 10 15 20 25، وهكذا. هنا الخط بـ5، هنا الخط بـ1، تقسيمين مختلفين في مكان واحد. هذا المكان موجود عندنا الموضوع في مقياس الرسم اللي درسه في الصف السادس الابتدائي، أي استخدام أكثر من مقياس في مكان واحد. ليكن هنا العدد 5، لاحظ 10 15 20 25، ثم نمثل المناطق اللي بها زيادات. مثلا النقطة الأولى 1 2، أقل من المنتصف، هنا صرنا 2.5، المنطقة الأولى يكون في هذا المكان. المنطقة الثانية مقابل 2 العدد 5، مقابل العدد 3 العدد 10، مقابل العدد 4 17، أكثر من 15 وأقل من المنتصف، ليكن هذا المنتصف أقل من المنتصف بقليل، مقابل العدد 5 25، عندنا 26، أكثر من الخط بـ1، مقابل هذا الرقم. لاحظ وياي دقة الرسم مطلوبة هنا، واستخدام المسطرة والأدوات الهندسية للحصول على نتائج أفضل بهذا الشكل.
هذه الدالة بهذا الترتيب، لاحظوا وياي، راح ارسمها باللون الأحمر إشارة للموضوع. هذه هي مواقع النقاط للدقة أكثر. للتأكد من هذا الموضوع لاحظ أشتق الدالة، راح نصير الواي برايم يساوي لنا 2 إكس، المشتقة الثانية واي دبل برايم يساوي لنا موجب 2، أي أن الدالة مقعرة بهذا الشكل. أقسم هذه المنطقة إلى تقسيم مستطيلات بهذا الترتيب. المستطيل الأول يبدأ من النقطة رقم 1 بهذا الشكل، التقسيم الآخر مقابل العدد رقم 5. هذه هي المنطقة أي، لاحظ، وهذا هو المنحني مالنا. حسب المثال السابق راح يكون عندنا بهذا الشكل، أكبر منطقة مستطيلة ما راح تتوفر هنا بالبداية، راح تصير أصغر منطقة مستطيلة هي تمثل إذن المنطقة الأولى بهذا الترتيب. هذا المستطيل اللي بالأسفل، هذا هي المنطقة A1، لاحظ قاعدتها محصورة بين المستقيمين قيمة X1 و5، وأكبر منطقة أصبحت العملية العكسية لها بهذا الشكل. لاحظ بهذا الشكل مساحة المنطقة رقم 1 A1، راح يصعدنا بهذا الشكل A1 تساوي طول القاعدة، لاحظ من هنا 5 ناقصا 1 4، يصير الطالب يكتبه بهذا الشكل 5 ناقصا 1 مضروبة في ارتفاعها. هاي النقطة عندنا رقم 1 ارتفاعها هنا 1 2، أي أن ارتفاعها 2، راح يصير الناتج عندنا 4 × 2 ويساوي لنا 8 يونت تربيع. المنطقة اللي بالأعلى A1 داش، أيضا قاعدتها 4، ارتفاعها النقطة اللي هي 5 26، لاحظ 4 × 26 الناتج 4 × 25 100، يصير عندنا 104 بهذا الشكل. مساحة المنطقة أي يساوي لنا A1 زائدا A1 داش على 2 وتساوي 8 زائدا 104 على 2 ويساوي لنا 112 على 2 ويساوي لنا 56 يونت تربيع. واضح إن شاء الله الرسم؟ هذا هو الجزء الأول من الموضوع اللي أخذنا به المثال الأول والمثال رقم 2 وكيفية إيجاد وتقسيم المناطق إلى منطقة أولى وأكبر منطقة مستطيلة أو أصغر منطقة مستطيلة، ثم إيجاد مساحة المنطقة المحددة بين المستقيمين ومحور السينات. واضح إن شاء الله؟ زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.